عروضات بتصير وفي عرض ما صار بعد. 30% هدية فورية على أكثر من 500 منتج، وهلأ عبد الطحان بالزوق وقريبا بصور. To U2C and Clapping Hands Productions proudly present, and for the first time ever in Lebanon, the world's best love musical, based on the most successful movie musical in history. The Sound of Music. In a massive UK production, featuring lavish costumes, a sumptuous set, and a cast of over 50 actors and technicians. And whiskers on kittens. On February 5th, 6th, 7th, 8th and 9th at the Casino de Liban Theatre. And make sure not to miss the once-in-a-lifetime opportunity to live the uplifting true story of the Von Trapp family. جديد بالريلوكينج. الأناقة رح ناخدها من العالمية. I love Eva Longoria because she's a powerful Latin lady. إدي جمعت بين her glamorous yet serious look. تلبس من كل شيء بس على طريقتها الخاصة. الطموح بيلبق لها. Fast management. مشروعة شوي غريبة على امرأة بس هيدا تحدي. طموحي العالمية. رح نحلل المعاني المخبية ورا محاضراته. إذا حدا هجم عليك بالعصا قشطيها وأنت تربيها. وسفرة على تركيا. I'm a woman. الجمعة 10:30 المساء على الام تي في. كيف بنحرر العمل النقابي من السياسيين وأزلامهم؟ الحركة النقابية بلبنان، هل فيها تكون عصب تغيير؟ هذه الحركة النقابية غير قابلة للتطوير من دون ثورة من داخلها. مين المسؤول عن ضرب الحركة النقابية؟ في تدخل سياسي كتير كبير بالعمل النقابي. كيف بتنتقل الحركة النقابية من المواجهة التقليدية للتخطيط والشراكة بالمسؤولية؟ إنشاء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة بوجه الاتحاد العمال العام إذا بده يستمر هيك. النقابات عصب التغيير، كيف بنحييها؟ بالنهاية مجبورين ومحكمين نكون على طاولة واحدة، نحن الإصلاحات والتغييرات ما رح يجوا إلا منا. ما بدهم عمل نقابي ليضلوا يشرحوا ويمرحوا. قصة قرار مع فادي شهوان الأحد 5 بعد الظهر على الام تي في. جلنار بتولد. دور جلنار خلص. ما فيش داعي يا جلنار هان. ورجعت السلطة لسفيناز. تقول لك دورك انتهى. زوج جديد للخداوي من دون علمه. زوجة لكم من باب آلي. ولا برضاها. ما ظنش اني هشوف اي سعادة بعد ما حرموني من الفيروز. ولا برضاها. ولا انت مش قادر تقف في الشارع عشان هي امك. اللعبة كلها لعبة الوالدة باشا. باقي خطفة ونخلص من شمسي قادين لأبد أبي. كلكم عايزين تبعدوني عن الخداوي. كلكم هنا عايزين تخلصوا مني. سرايا عابدين. سبت بعد الأخبار على الام تي في. العاطفة شغلة كتير مهمة بحياتنا اليومية، بحياتنا دايما العاطفة أوقات بتكون بتغلب يمكن على المنطق حتى، ولكن هل نحن قادرين نعمل هالتوازن بين المنطق وبين العاطفة بتصرفاتنا اليومية؟ هيدا هو موضوعنا اليوم بفاميلي مع زينة غصوب الأسود ويلنس كوتش، موجودة معنا اليوم واخترت لنا هالموضوع بالتحديد وهو الذكاء العاطفي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. ذكاء عاطفي. ذكاء العاطفي يلي هو شيء كثير كثير مهم طبعاً طبيعي بالحياه، ولكن يمكن ما بننتبه. ليكي هو شيء مكتشف ما له زمان، يعني بالثمانينات اكتشفوه على اساس دانيال جولمان كتب هذا الكتاب ايموشنال انتليجنس، ومن هنيك بلشت الظاهره وفتحت هالظاهره، مع انه كان انعمل في دراسات قبل انعملت عليه من قبل بيتر سالوفوي وجون ماير ويعني بالستينات. بس الذكاء العاطفي شيء كثير مهم لانه بحدد تقريبا كثير اشياء عنا بالحياه، وبيساعدنا بتصرفاتنا وين ما كان،
إن كان بدراستنا بالمدرسة، إن كان بالجامعة، إن كان بمكان عملنا. عم نشتغل معه كتير مع الليدرز بكل الأماكن. أنت في بحاجة لذكاء العاطفي. بقى اليوم هو التعريف، شو يعني الذكاء العاطفي؟ ليه نحن بحاجة له؟ وكيف فينا نحدده كمان كأشخاص؟ كمان كاتيا عنا إنه الذكاء العاطفي بيضل ينمى معنا بعكس ال الIQ. الIQ بتوصل للعمر 16-17، هيدا هو it's fixed، ما بقى يزيد عندك الانتليجنس، الذكاء عندك. الذكاء العاطفي بيعمل البيك تبعوله بآخر الأربعينات، لأنه أنت بتكسبي خبرات من الحياة، بقى بتصير بتعرفي تتعاطي بحياتك أكثر. بقى هلأ لأنه صرنا نعرفه، صار علم وصار إذن مكتسب أكثر من غيره، يعني منكتسبه مع الوقت. في فاكتور جينيتيك، في فاكتور جينيتيك أكيد بكم عامل فيه. هلأ بس بدنا نشوف شغلة أنا وياكي مننوع على شو هو جينيتيك. وفي عامل مكتسب أكثر، يعني أكيد لأنه منقدر نعلمه. والكوتشنج بتدريب الأشخاص كتير بيساعد، يعني ما فيك بس تعرفي إنه إيه أنا تعرفت شو يعني ذكاء عاطفي وخلص صار عندي ذكاء عاطفي. لا، بدك تتدربي، يعني في مهارات لازم تكتسبيها للأماكن يلي أنت منك قوية فيها ومنك مرتاحة فيها بالحياة. في وقت بيكون الناس عندهم ذكاء عاطفي يعني لحدود معينة، بس لما بيتعرفوا شو يعني ذكاء عاطفي بيصير الواحد مثل كأنه عم يركز أكثر على الأشياء اللي عنده إياها بهالإطار، وهون عم ننميها أكثر. صح. هلا هون بس تنفسر للمشاهدين الذكاء العاطفي، يعني أنت كيف تعرفي تتعاملي مع عواطفك؟ هل يا ترى بتعرفي تتعاملي معها؟ هل يا ترى بتعرفيها ولا لا؟ بس قول أنا عواطفك عن شو عم بحكي؟ عم بحكي عن الغضب، عم بحكي عن الفرح، عم بحكي عن، هل يا ترى بتعرفيهم هولي ولا لا؟ يعني لأنه في أشخاص كتير ما بيعرفون، لأنه بيكون عندهم تروما من هن وصغار أو بفترة الأدوليسانس أو غريزياً بيجوا وقت اللازم، يعني وقت ايه ممكن بدون ما يكون في عنا كنترول عليهم. صح. وعندك طريقة التعاطف مع الآخرين، هل يا ترى بتعرفي تتعاطفي مع الآخرين ولا ما بتعرفي؟ كيف بتاخدي قرارات بحياتك؟ كيف بتعملي علاقات بحياتك؟ كيف بتشوفي بتتعافي تتعاطي مع ستريس بحياتك؟ هيدا كله ضمن الذكاء العاطفي. وإذا بنشوف الموديل هلأ إذا بيفرجونا إيه هو هيدا الموديل، إذا بتطلعي بقلبه في الايموشنال انتليجنس، بعدين السلف بيرسبشن، يعني انت كيف بتشوفي حالك، كيف العواطف تبعك بتتعاملي معها، السلف اكسبريشن كيف بتعبري عن حالك، عندك الديسيجن ميكينج، وعندك ستريس مانجمنت، وعندك الانتربيرسونال. خلينا نفصل كل وحده بس بعد هالوقت. بفاميلي موضوعنا هو الذكاء العاطفي، وضيفتنا هي زينة غصوب. لنرجع لهال EQ versus الIQ. صح. وهل فينا نعمل له تيست؟ يعني بالIQ بنعرف انه بنعمل تيست معين او تيستات، هلا صاروا في اكثر من واحد كمان. صح. الIQ كمان فينا نعرف؟ اي الIQ بنعمل له تيست لكل حدا فوق عمر 18 سنه. فحص بتعمليه اونلاين، الفحص الريلايبيليتي والفاليديتي تبعه له 99.9%، كثير عالي الفاليديتي تبعه له، وما فيك تعملي غلط بالفحص، لانه نحن ككوتشز بس نعمل ادمنستريشن، ومش كل الكوتشز بيقدروا يعطوا هذا الفحص، لازم يكون عندك تريننج لتعمليه. بنشوف اذا انت عملتيه غلط ولا صح، لانه ببين لنا الاندكس تبعه له اذا صح ولا غلط. بقى كثير ريلايبل الفحص، بينعمل اونلاين وفيه بكل اللغات بينعمل. بتفوتي على ويب سايت معين، اللوجر يلي هو الكوتش بيعطيك اليوزر نيم والباسورد، بتفوتي بتعملي. بقى ايه موجود الفحص وكثير ريلايبل. بس في بعض الاسئله لما بتفكري فيها كانه ما بتعودي عم تعطي الجواب المزبوط. كثير حلو السؤال، رح اقول لك ليه. لانه هو بالفحص بنعمل، بس قلك أنا it's reliable، يعني متكرر. بقى بيعطوك السؤال بعدة فورمات
بعدة محلات بطريقة معينة. بقى بس قلت بين لي الحقيقة شي مطرح بين عطوب بين الحقيقة وما بتصدقي قد بتقشعي حالك فيه. يعني بس تعمليه أول مرة بتقشعي حالك يعني it's كتير حلو الفحص وتقول يه هاي أنا. وهون الشخص اللي بكون عم تشتغلي معه يا بفوت بنكران انه لا 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 هذا غلط وكذب وما بعرف شو, او اذا بده يقدم بحياته او اذا بده يحسن بمحل معين خاصه بالشرك. يعني نحن اذا عم نشتغل بالشرك بيبقى الاتش ار بده يحسن بشغله معينه بمانجر عنده ولا شخص عنده ليبيع اكثر او ليحسن معاملته مع الاخرين. بقى ببين عندي كل شيء بوضوح. خلينا نرجع على الموديل يلي اللي بيبين لنا كل النقاط يلي ممكن انه نكون عم نحسنها لنوصل لها الايموشنال انتليجنس. هو بيطبقوا بالعائله على الاولاد كثير بيطبقوا بالعائله. على كل الاحوال انا عم بحضر للحلقه كنت عم بقرا عن دراسات عم تنعمل بستيتس صاروا بحطوا هيدا الموديل من ضمن الكريكولم يلي بقلب المدارس. هلا ما بيبين الذكاء العاطفي تبع الولد بهذا العمر بس بتحضريه ليكون عنده ذكاء عاطفي اعلى. بقى بحضروا انه يعلموا الاولاد كيف يتعاطوا مع الاخرين كيف يحسوا مع الاخرين خاصه الادوليسانس. بتعرفي انه بفتره المراهقه بيكون في كثير انانيه وما بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم. بقى في طرق لهذا الموضوع وكيف بياخذوا قرارات خاصه بهذا العمر كمان بعمر الادوليسانس. في عمر يلي ما بيعرفوا اذا اي جامعه بده يفوتوا شو بدهم يعملوا عندهم كثير قرارات بمره واحده يعني وعندهم كثير ضغط وعندهم مشاكل بالعلاقات تبعولهم. بقى هذا الموديل كثير مهم لانه بيساعدهم تا يتعاطوا. انا بعوزه كثير مع التينيجرز اللي انا بشتغل معهم ما بعمل لهم الفحص بس بعوز الموديل تبعوله لانه كثير بيساعد التينيجر تا يتقدم ويوصل. ونحن يعني بنضل نقول على الحال معك زينة أنه الولد وخاصة المراهق من هو ابن بيئته أيه. وبيتأثر ببيئته بيتأثر بالمودلز بعائلته الناس يلي يعني المفروض أنه يكونوا هن مثال أعلى لإله. إذا كان بيقدر يعمل ماسترينج للإيموشنال إنتليجنس تبعوله بطريقة من الطرق ممكن أنه يكون عم يطلع من هالظروف يلي مأثرة عليه بسهولة أكبر. كثير ما بتصدق قد بيطلع يعني بس دائما بنلاقي انه بدنا عنصر واحد على القليله واحد بالبيت مؤثر. يكون عم بيسانده. وانا الاشخاص يلي بشتغل انا وياهم او المجموعات يلي عم نشتغل نحن وياها عم بيكون دائما في يا الام يا البي عم بيسانده هالولد عم بيشوف لانه هو بيبقى شخص قطع بهالظروف نفسه وعم عم بيساعد الولد انه يتقدم. بقى ما بتصدقي قد السكيلز المهارات تبعول الولد عم تتقدم وعم بيصير احسن ان كان بالمدرسه وان كان بعلاقاته مع الاخرين وحب العطاء للغير لانه عندك سيلفشنس بعمر معين بتقطع كثير. اذا هو الولد انت حطيت عليه ضغط رح يبين في عنده مشاكل زيادة ويهتدي لأمور تانية مثل الدراجز والألكهول وكل هالأشياء التانية اللي بيعملها. بس إذا هو عن جد بيعرف حاله عن جد عم بيكون انتون مع الإيموشنز تبعوله عم بيعرف يتعاطى معه. على كل أحوال بهالمهارات هيدي أنت هلأ أنت شفتي هذا الموديل. هذا الموديل فيه خمس مين سبجكتس. تحت كل سبجكت في عندي كمان خمس نقاط. يعني عندك 15 نقطة عم تشتغل عليها انت. كل وحده كل نقطه من هالنقاط بدها على القليله 3 اشهر ل 6 اشهر كوتشنج يعني تدريب اسبوعيا حسب نقطه الضعف يلي انت عندك اياها. هلا انا برايي او بالشغل اللي بعمله بلاقي انه المراهقين لحتى العمر 30 كثير اهين الشغل معهم من الليدرز يلي بيشتغل معهم. يعني الليدرز يلي بيشتغل معهم لانه تكون الاي كيو تبعهم وبيكونوا دائما دائما بتلاقي في محل فلكسبيليتي. بتطلعي بيكون الفلكسبيليتي شيء 60 او 50 كثير كثير واطي. هو الاي كيو ليكون عندك اياه عالي لازم يكون على القليله 110 كل شيء تحت ال 110 يعني انت لازم تشتغلي على نقاط معينه وطبيعي عند الليدرز لانه لازم يعني بحسوا حالهم لازم يكونوا جازمين يعني لحتى يقدروا يكونوا عم بيقودوا
يعني اي شيء او اي شريحه من الناس بدنا هينه يعني حتى يكون فيها نيونس بدها شغل بس هن كثير غلطانين الليدرز لانه بس يكون الفلكسبيليتي عاليه كثير بيساعدوا الاشخاص انه يقدموا بحياتهم بس كل شيء بده شغل بس كثير حلو لانه فيك تقيسي يعني أنا ليه بحب هذا الموديل لأنه كثير تقيسي هلا اليوم بس عم عرف عن الموديل لأنه موضوع كثير جديد على الناس موضوع مش كل الناس بتعرفه الذكاء العاطفي إنه بينعمل له فحص إنه فيك تشوفي قد ايه تحسنتي بلكي بعدين بنصير نشوف كل نقطة لحالها هيك رح نعمل أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك وعليكم مشاهدينا وقفي هلا وبنرجع منتابع لايف خليكم معنا